السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد مساكم حبايبي، كيفكم؟ بتمنى تكونوا بخير. طبعا طولت عليكم الدور دي، من زمان ما نزلت فيديوهات لأني أنا سافرت عند ماما على لبنان، وتعرفوا يعني الواحد من شوقه لأهله يقعد معاهم من السنة للسنة تيشوفهم أو أكتر. وهون إسا إحنا نزلنا أول فيديو لينا بلبنان، نزلنا نصور هيك تحت البيت عندنا هون، احنا كنا قاعدين انا وجوزي. طبعا دي شجر الليتشا، اكيد ناس كتير ما تعرف الليتشا، هي فاكهة جميلة كتير كتير وطيبة، بس هي احنا جينا على الاخر تقريبا صارت خالصة. طبعا الليتشا فاكهة كتير كتير طيبة زي ما قلت لكم، وغالية كتير يعني مش موجودة كتير بلبنان، تقريبا هاي تقوى من امريكا او حاجة زي دي. هي من بعيد سبحان الله تشبه الفراولة أو الفريز. طبعا هون الشجر الموز، طبعا هاي بوملي بس بعده ما استوى، تقريبا يصير أكبر من هيك بمرتين ثلاثة. أكيد في ناس كتير ما تعرف البوملي، هو قريب للجريفوت، الجريفوت بس دي يجي أكبر منها ما شاء الله. هون بعده صغير يعني بعده مش طالع كتير. وهنا المانجا، بسم الله ما شاء الله. شكل حلو صح؟ تقريبا في منها انواع، هاي تقريبا حمراء تصير لونها احمر. عارفين مين زرعهن هدول الشجرات؟ زرعهن مدحت جوزي لما كان بلبنان، كل هذا الشجر هو اللي كان يزرعه. شفتوا المانجا وحلاوتها؟ وهنا شجر الحامض، بعد الحامض صغير بعده ما طلع ما شاء الله، كتير بعده صغير. على فكرة الورد دي اسمه عصافير الجنة، يطلع عليه ورد لونه برتقالي ما شاء الله، شكله يجنن. هنا بيقولوا له عصافير الجنة كتير كتير حلو. كمان الموز بس بعده صغير. أنا عارفة إنه الفيديو ملوش أهمية، بس بعدنا ما رحنا يعني، بعدني صار لي امبارح بس إجيت على لبنان، بس حبيت أصور لكم هيك حاجة بسيطة. يا رهام.